اتحاد الفروسية السوري أقام احتفالية بالذكرى 72 لتأسيس الجيش العربي السوري ضمن بطولة عيد الجيش 3 لفروسية قفز الحواجز، والتي يستضيفها مضمار نادي الشهيد باسل الأسد للفروسية في ديماس. قدسيت هذا اليوم هي من قدسيت الجندي في الجيش العربي السوري، الجندي الذي يؤدي خدمة العلم وصف الضابط، والضابط أيضا الذي يؤدي بشرف وأماني وإخلاص هذا القسم اللي أقسم عليه من أجل أن يدافع عن الوطن ويضحي بدم وروحه من أجل أن تبقى سوريا موحدة بشعبها وأرضها. هذه البطولة للمرة السادسة تقام، في كل عام تقام بطولة للجيش، وهذه البطولة هي احتفال بانتصارات وعظمة وفخر وانتصار للجيش العربي السوري البطل. إنه قديش هالبلد رائعة وقديش هالبلد حلوة بكل الظروف اللي فيها، بشوف كل هالناس مبسوطين وجايين يحضروا تكريما ومحبة وتقديرا واحتراما للجيش العربي السوري. الحفل شهد عروضا متميزة بمشاركة عدد من جنود الجيش العربي السوري، وعرضا فنيا كبيرا بمشاركة عدد من الفرسان السوريين، بالإضافة لفقرة موسيقية لفرقة مراسم وموسيقى الجيش. بهالمناسبة العظيمة بقول لأفراد قواتنا المسلحة من ضباط وصف ضباط، لرفاقي في الجيش، كل عام وانتم بخير، انتم أهل الوفاء، الوفاء أعطي لأهل الأرض فأحلت لهم بهيمة الأنعام، فأنتم من أهل السماء، مبروك عليكم الانتصارات على هؤلاء التكفيريين الوهابيين اللي دنسوا أرض سوريا، إن شاء الله إن شاء الله سيندحروا 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 بجهودكم، بصلابتكم، بتواجدكم، بإيمانكم بعدالة القضية تبعكم. هذا الجيش اللي حقق ملاحم البطولة والصمود، هذا الجيش اللي حقق ملاحم الانتصار. الحقيقة التاريخ سيتحدث عن الجيش العربي السوري بكل إنجازاته وإعجازاته الحقيقة. طبعا بهالمناسبة مثل الجميع ننحني أمام قامات أبطال الجيش العربي السوري، هؤلاء حراس الماضي والحاضر والمستقبل، الواقفين على أسوار الوطن وعلى أسوار روح كل سوري. البطولة تستمر على مدى 4 أيام بمشاركة عدد كبير من نخبة فرسان سوريا في جميع الفئات.